مشاهدينا الكرام متابعينا متتبعينا، يسعدني أن أتواجد إلى جانبي الأستاذ محسن زياد العتيبي كبير مذيعي جدة في إذاعة جدة، الرجل الذي يتواجد ويحضر في احتفالية مملكة البحرين بمناسبة اليوم الوطني في هذه الليلة. مرحبا أستاذ محسن، في البداية بداية ما هي الكلمة التي تود قولها من خلال هذه المناسبة السعيدة لكل من ينتمي إلى مملكة البحرين الشقيقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مملكة البحرين الشقيقة والدولة التي نعتبرها بلدنا الآخر، وهي جوهرة من جواهر منظومة مجلس التعاون الخليجي، فرحتهم لا شك أنها فرحة الجميع، مناسبتهم هي مناسبتنا جميعا. نتمنى للبحرين ملكا وحكومة وشعبا التقدم والازدهار والصحة الدائمة والأمن والأمان الدائم إن شاء الله. ما في شك أنه الفرحة هي فرحتنا جميعا، ومملكة البحرين شهدت ولله الحمد في السنوات الأخيرة بالذات تطور متسارع في ظل حكومة ملكها الموقر الملك حمد بن خليفة، حمد بن عيسى الخليفة، نتمنى له الصحة والعافية ولشعبه الكريم التقدم والأمن والأمان الدائم إن شاء الله. ما في شك أنه فرحتنا جميعا، وهذه المناسبة تلقي بظلالها علينا جميعا بالفرحة والسرور. نتمنى إن شاء الله للبحرين كل تقدم، وما في شك أنه تقدمهم تقدمنا وفرحتهم فرحتنا. جميل، شهر ديسمبر ربما له الفضل الكبير في جمع العرب، بالأمس القريب احتفلنا بالإمارات واليوم نحتفل بالبحرين، وبعد ثلاثة أيام وبعد 72 ساعة سنحتفل بقطر، بأي عين تنظر إلى هذا المشهد؟ أخي الكريم، كما ذكرت لك البحرين هي قطر، هي الإمارات، هي السعودية، هي الكويت، هي عمان، هذه المنظومة وهذه الكوكبة الجواهر في هذا العقد الذي نتمنى له دائما إن شاء الله المزيد من اللحمة والقوة والعزة إن شاء الله، ووصولا إن شاء الله إلى الاتحاد الذي ينضوي تحته كل أبناء دول مجلس التعاون الخليجي. الفرحة هي فرحتنا جميعا، المناسبات السعيدة تجمعنا، وربنا إن شاء الله ما يفرقنا ويجعلنا دائما إن شاء الله على الخير عونا ودعما إن شاء الله. التقدم في البحرين هو التقدم في السعودية وفي الإمارات وفي الكويت وكل دول مجلس التعاون. نفرح جميعا لكل المناسبات السعيدة، ونتمنى إن شاء الله المزيد من هذه الأفراح، وأن يبعد عنا الشرور وما يحيط بنا من مشاكل ومن تضعضع في بعض الدول من النواحي الأمنية. نتمنى إن شاء الله أن يعم الأمن والسلام هذه الدول والدول العربية والإسلامية بشكل عام إن شاء الله. شكرا جزيلا لك الأستاذ محسن، الأستاذ زياد بن محسن العتيبي، كبير محسن زياد العتيبي كبير مذيع جدة في إذاعة جدة، شكرا جزيلا على عباراتك الرقرقة، أشكرك عمقا. شكرا لك. شكرا.